اللواء مهندس اسماعيل نجدي، رئيس الهيئه القوميه للانفاق. بنرحب بيك في دورة اخبار اليوم. اهلا وسهلا. يا مرحب بيكم في الهيئه. اهلا وسهلا. في البدايه احب اسالك عن المشكلات اللي قابلت سيادتك منذ تعاديك المهمه في سبتمبر الماضي. هو انا حقيقي بعتبر نفسي محظوظ ان انا جيت الهيئه القوميه للانفاق، لان جيت مع مهندسين وفنيين واداريين وموظفين الهيئه، ناس انا بعتبرهم ناس من العاقلين جدا، اللي لم يتاثروا بحاله التسيب وحاله الانفراط في الامن وفي الاخلاقيات وحاجات كتيره احنا ملاحظينها على الناس كلها. الناس هنا الحمد لله عارفين الرساله اللي هم بيقدموها للبلد كويس قوي، حابين البلد قوي، وعشان كده لم تكن لهم خلال الثلاث سنين اللي فاتت اي مطالب من مطالب الموظفين والعمال اللي في كل مكان، المطالب الفئويه والاعتصامات والاضرابات وتعطيل العمل والكلام اللي احنا سمعنا عنه ده لم نسمعه في الهيئه القوميه للانفاق. والحمد لله نتيجه هذا موجوده النهارده، ان الفتره اللي فاتت فتره الحظر وفتره قانون الطوارئ وفتره القيود اللي كانت موجوده على الناس كلها، لا لم يعطل مشروع المترو يوم، العمل لم يتعطل يوم. بالعكس اول ما جيت الحمد لله كنا محتاجين شويه تصاريح للتحرك للمعدات وللمهندسين والافراد بتوعنا، القوات المسلحه ساعدتنا فيهم جدا. عجلنا وسبقنا الخطه الزمنيه، احنا المفروض نفتح المرحله الثانيه من الخط الثالث في شهر سبتمبر السنه دي 2014، احنا جاهزين في 30/4 نفتح. بدري 5 شهور عن المخطط الزمني رغم الظروف اللي احنا كنا عايشينها فترة. ده يقول ان الناس دي كانت بتحب فعلا وما زالت بتحب البلد دي وعارفه الرساله اللي تمام. يعني التشغيل التجريبي للخط المرحله الثانيه من الخط الثالث خلصت خلاص ولا لسه؟ لا، التشغيل التجريبي ده بياخد وقت. تعرف احنا الاعمال المدنيه والاعمال الميكانيكيه والكهربائيه كل ده بيخلص الحمد لله. احنا نكاد وصلنا النهارده 1/4 الى حوالي 98.5-99% من المشروع، وبقينا شهر اهو، يعني احنا خلاص شطبنا تقريبا، خلصنا الشغل التجريبي احنا بادينه من اول شهر فبراير، ودوت بياخد له حوالي 3 شهور. 3 شهور كاملين لازم يكملوا عشان ناخد شهادات الامان والسيفتي وجاهزيه الخط للتشغيل للجمهور. لازم تتم التشغيل التجريبي، فالتشغيل التجريبي هو شغال دلوقتي لانه بيختبر جميع الانظمه اللي راكبه في المرحله، التوافق ما بين الانظمه اللي راكبه في المرحله دي والمراحل اللي قبل كده، لان انا بكمل الخط الثالث ففي مرحله قبل كده مفتوحه، فالانظمه اللي راكبه معايا لازم تتوافق. تعرف كل حاجه دلوقتي شغاله بالكمبيوتر. خلال فتره التشغيل التجريبي هل واجهتكم اي مشكله؟ الحمد لله حتى الان جميع التجارب مطابقة للمواصفات العالمية، الشهادات يمكن كمان يعني حقيقي بيشكروا في المجهود والشكر والنوعية جودة الشغل اللي اتعمل، فاحنا مطمنين للتجارب. ان شاء الله نركب المرحلة الثانية في 30 يوليو. ان شاء الله. ان شاء الله نوعد زي ما وعدنا قبل كده، ان شاء الله احنا صادقين في الوعد. بالنسبة لخطة تطوير الخط الأول والخط الثاني. طبعا الخط الاول هو داخل الخدمه بقاله يكاد يكون بقاله 30 سنه النهارده. الخط الاول احنا لازم نعترف ان في بعض المشاكل في الجمهور بيقابلها النهارده، ان كان بدايه من مكان التذاكر، بدايه من الوحدات المتحركه في الخط الاول بالذات اللي ما فيهاش تكييف، اللي فيها بعض المشاكل، فيها بعض المشاكل في الصيانه برضه موجوده. احنا عشان نقف على رجلينا صح لازم نعترف بالخطأ أو بالمشكلة اللي عندنا حقيقة. إحنا تعاقدنا فعلا على 20 قطر إن شاء الله هيدخلوا الخدمة معانا اعتبارا من يناير 2015 بداية الوصول للقطرة. الأنظمة نفسها اللي كانت مطبقة من 30 سنة حتى مش لاقي لها قطع غيار، وده أحد أسباب تدني الخدمة النهاردة في الخط الأول، إن الأنظمة دلوقتي يمكن إدمت وبقت موضة قديمة وعاف عليها الزمن، وظهر حاجات حديثة أكتر كتير اللي إحنا مطبقينها في الخط الثالث بالذات. فده بيخلينا النهاردة نغير النظام كله، لأن حقيقي مش لاقيين قطع غيار للقديم، بالإضافة إن كفاءة القديم انتهت، صلاحيته انتهت حقيقي.
النهارده بنغير نظام التذاكر بالكامل، بنغير الاطوره بالكامل، بنعدل في انظمتنا كلها، واحنا بادين فعلا، مش لسه مخطط او مقترح، لا ده احنا ابتدينا التجديد ان شاء الله. في خلال قد ايه يا فندم هيتم الانتهاء من تطوير الخط الاول والتاني؟ الخط الاول والثاني احنا بادين مكان التذاكر ان شاء الله على النص الثاني، احنا ابتدينا نركب فيه، وعلى النص الثاني من السنه ان شاء الله هننتهي. القطوره هتبدا وصولها ودخولها للخدمه فور وصولها اعتبارا من يناير 2015، وهناخد سنه 2015 كلها في توريد ال 20 قطر، يعني بنهايه 2015 جميع قطارات المرحله الاولى هتكون اتجددت. بالنسبه للمرحله الثانيه؟ الثانيه الحمد لله ما فيهاش المشاكل الموجوده في المرحله الاولى، ولكن احنا ادينا فيها من دلوقتي. الوحدات المتحركه في المرحله الثانيه مش محتاجه تتغير، ولكن احنا مزودين الاهتمام بالصيانه ورفع الكفاءه عشان ما يحصلش اللي حصل في الخط الاول، واحنا ادينا فيها على طول ان شاء الله هنحافظ عليها. بالنسبه للمحطات اللي بتعاني من التكدس اليومي، المحطات الرئيسيه، هل ستشملها خطه التطوير ان يحصل فيها توسعه او يعني او ايجاد مخارج حلول او حلول بديله لتخفيف الزحام؟ هو زي ما حضرتك عارف المترو من احدث وسائل النقل الموجوده في القاهره، وهو امل الجمهور بالكامل في حل مشكله الزحمه، ومن هنا جه الضغط على المترو. النهارده الخط المخصص ل 750 الف راكب احنا بيركبوا 2 مليون راكب، وده اللي بيوري شكل الزحمه اللي موجوده عندنا النهارده. الزياده السكانيه وظهور مناطق كتيره عشوائيه وغير عشوائيه في مسار الخط الاول، اتفرج النهارده على كلكم لامسين الكلام ده قد ايه الزحمه اللي موجوده في احنا بنعمل ايه عشان الموضوع ده؟ احنا بنتوسع في مشروع المترو بالخطوط الجديده والمراحل الجديده اللي بتدخل الخدمه زي المرحله الثانيه من الخط الثالث النهارده اللي بنسميها مرحله مصر الجديده، اكيد دي هتساعد في تخفيف الخط الزحمه شويه. برضه بنفس الاسلوب بنعمل على ازدواج الاجزاء الفرديه في الخط زي الخط الاول، مع ازدواج محطه المرج الجديده احنا ابتدينا نطرحها خلاص، ان شاء الله في خلال اقل من 4 شهور هنبتدي ازدواج مرحله المسافه اللي ما بين المرج والمرج الجديده، ودي بتساعدنا على زياده سرعه التقاطر. احنا وصلنا لسرعه التقاطر النهارده الى 2 دقيقه، عندنا قطر المفروض كل 2 دقيقه، لا احنا عايزين نقل عن هذا المعدل، هيقل ان احنا بنعمل الازدواج في بعض المراحل اللي محتاج الزواج ان شاء الله. تمام. بالنسبه للشروخ اللي اتعرض ليها جسم النفق في الخط السادس، هل عالجتم المشكله ديت ولا هل لسه في شروخ ثانيه ما اتعالجتش؟ كلمه شروخ على اطلاقها كده كلمه تخوفني انا شخصيا، انما انا عايز اطمنك ان كلمه شروخ بالمعنى اللي احنا ممكن نفهمه مش موجود خالص، واكد هذا الكلام. التشققات، في فرق بين التشقق والشروخ. الشروخ ان حاجه بقت خلاص قايله للصوت او لازم تزال، انما التشققات ودي حاجات طبيعيه بتظهر مع الخرسانات وشغل الخرسانات بالكامل. التشققات ديت لها اسلوب للعلاج، احنا عندنا التشققات اقل من 3 من 10 من ملي، تخيلي حضرتك زي الشعره بالظبط، اقل من 3 من 10 من ملي، ودي غالبيه التشققات اللي بتظهر، وديت بتعالج وعلاجها امن 100% بالدهانات، نوع معين من الدهانات الكيماويات الحديثه، مواد البناء الحديثه اللي بتزيد عن 3 من 10% بنتم حقنها بالخرسانات وبتتعالج بنسبه 100%. مفيش اي تخوف من هذا، ما ظهرش عندنا تشققات باحجام او باطوال مزعجه يعني نقلق منها، مفيش. ايه اكثر المحطات اللي ظهر فيها تشققات؟ كل الخرسانات، اي شغل خرسانات بيظهر. وبعدين اصل معدل التشقق في المتر المسطح يفرق معايا، يعني ميزر تشقق ولا 2 في المتر المسطح ده معدل عادي وطبيعي جدا، وكل الفنيين واساتذه الهندسه وخبراء الخرسانه متفقين على الكلام ده، ما فيش فيه يعني، انا مش عايز اقول ان دي مشكله لان هي حقيقي مش مشكله. هل هيئه الانفاق تتلقى التمويل اللازم
للإنفاق على المشروع؟ الحمد لله احنا عايز اقول الكلمة، هي مصر اصلها بلد وعيضة، والناس كلها عارفة قيمة مصر. يمكن الظروف اللي احنا فيها ديت الناس ابتدت شوية، ولكن الناس استعادت ثقة تماما تماما، عارفين قيمة مصر كويس قوي. ومن هنا تحس حضرتك بقد ايه الاقبال النهاردة على تمويل المشروعات عندنا. انا بقولها بلا مبالغة حقيقة، والدليل على كده احنا اعلنا قبل كده وبنعلن النهارده ان شاء الله احنا هنشتغل في 3 مراحل مره واحده في خلال سنه. احنا خلصنا المرحله الثانيه من الخط الثالث، احنا اوريدي نشرنا خلاص عن المرحله الثالثه من الخط. معنى كلمه نشرنا ان التمويل والفلوس بتاع المرحله بقت في ايديا، فهي بقت في ايديا فعلا. عندي المرحله الرابعه من الخط الثالث تمويلها النهارده بنتكلم فيه، وفي اكثر من جهه بتعرض علينا التمويل، واحنا نفس اللي مولوا المرحله الاولى والثانيه والثالثه هم اللي داخلين معانا في تمويل المرحله الرابعه، وهو بنك الاستثمار الاوروبي، بالاضافه الى الوكاله الفرنسيه لل اي اف دي. كم حجم التمويل؟ هقول لحضرتك برضو المرحله الاولى من الخط الرابع تمويلها موجود. احنا عندنا الجايكا اليابانيه، وبرضو الحكومه اليابانيه داخله معانا في تمويل الخط الرابع. احنا فلوس المرحله الاولى من الخط الرابع موجوده، بالعكس ده هم بيتكلموا معانا في المرحله الثانيه من الخط الرابع. الخط الرابع ده مرحلتين اتنين بس، فبالتالي احنا اوريدي بننهي الخط الرابع في التمويل. عندي تمويل المرحله الاولى وبنتكلم معاهم في تمويل المرحله الثانيه، وبالتالي انا لاول مره في مشروع المترو انا متوفر عندي 3 مراحل من انفذ فيهم اشتغل فيهم، تمويلهم موجود الحمد لله. يعني بالنسبه للمرحله الثالثه من الخط الثالث والمرحله الرابعه، كم يعني حجم التمويل بالظبط بالارقام؟ المرحله الثالثه احنا عندنا 900 مليون يورو واخدينهم من الاتحاد الاوروبي ووكاله الفرنسيه الاي اف دي. 900 مليون 600 من البنك الاستثمار الاوروبي و300 من الوكاله، يبقى دي 900 مليون يورو، والحكومه المصريه كم ده يمثل 50% من تكلفة المرحلة. 900 مليون يعني هتقترب من 9 مليار جنيه، احنا داخلين ب 9 مليار جنيه كحكومة مصرية، فتمويلها واخدينه 50% 50%. وبالنسبة للمرحلة الرابعة؟ الرابعة تقترب برضو من الكلام ده. النهاردة احنا اللي كنا محتاجينه حوالي 900 مليون يورو بنفس التمويل، بنك الاستثمار الاوروبي وفر لنا لحد دلوقتي 600 مليون يورو وبيتكلم معانا في الباقي. فالقضيه 300 الباقيين، وال300 الباقيين سهلين، هم وفروهم او ما وفروهمش مش صعب علينا احنا كحكومه ان احنا نتحملهم. ليه؟ انا بتكلم على مرحله هتاخدلها 5 6 سنين تشغيل. 300 مليون يورو يعني 3 مليار جنيه، يعني لما الحكومه تشيلهم يعني نص مليار جنيه في السنه، ما هوش مشكله كبيره عندي. وعشان كده بقول لك تمويل المرحله عندي. طب بالنسبه للخط الرابع؟ الخط الرابع نفس الحكايه، اليابانيين مدين 50% برضه، هم حوالي يقترب من 900 مليون بس هم مديه لنا بالين الياباني، يقترب من 900 مليون يورو. ما بنعرفش عمليات الحفر هل تؤثر بشكل او باخر حتى لو على المدى البعيد على المباني والعقارات الموجوده فوق النفق؟ هقول لحضرتك معلومة بسيطة جدا. أنا بشتغل الحفر في مشروع متر الأنفاق الأعماق تتراوح من 18 20 إلى 35 متر تحت الأرض. بنزل حتى يعني بحفر تحت النيل، الخط لما بيعدي النيل بنزل حدود ال 35 متر تحت الأرض. في خلال ال 30 سنة اللي فاتت لم تحدث مشكلة واحدة غير حادث باب الشعرية الشهيرة بتاعتنا، وديت كان خطأ بشري وغير قابل للتكرار. ده انتهت المشكلة دي والحمد لله لم تحدث مشكلة، لن نؤثر على مبنى ولا على شبكة من شبكات البنية التحتية، لا مية ولا صرف ولا كابلات كهرباء ولا كابلات تليفونات ولا أي نوع من الشبكات تحت الأرض. احنا بعد عنها تمام، نشتغل الايام دي بنجهز للمرحله، بنفتح المرحله الثانيه وبنجهز ال3 مراحل الثانيين، وده شغل غير مرئي والناس مش حاساه. احنا اوريدي ابتدينا في ال3 مراحل الجايه في تحويل المرافق بتاعتهم.
لا تأثير على مباني ولا على حتى بتوع الزمالك كانوا بيتهمونا عشان الشجر والنباتات النادرة، لا احنا لا نؤثر على البيئة خالص. والله احنا بنجري بشكل سريع جدا، وعلى فكرة هي دي توجيهات الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل من يوم ما استلمت المهمة كرئيس للهيئة، إن احنا كل ما نقدر نعمله لازم نعمله، لازم نفكر ازاي خطة ال6 خطوط اللي عندنا اللي كانت الجايكا والدراسات كلها للنقل وحل مشاكل المرور في القاهرة مقترحاها. ال6 خطوط مترو اللي عندنا المخطط كان يخلص في 2050، لا احنا النهارده نظرا كان في التاريخ السابق ما كانش فيه تمويل يكفي اكثر من مرحله في الوقت الواحد، فكنا بنشتغل مرحله مرحله. انا النهارده انا بكلم حضرتك على 3 مراحل، المرحله الواحده في المترو متوسط تنفيذها من 5 ل7 سنين. لما اقول لحضرتك 3 مراحل لازم تتخيل ان انت بتتكلم في حدود 20 سنه تنفيذ، ولكن لما بشتغل في ال3 مراحل بالتوازي في توقيت واحد احنا هنخلصهم في خلال 5 سنين ان شاء الله. معنى شغل 20 سنة انا هخلص في 5 سنين. هنقول ال3 مراحل انا على فكرة ما بقول انا اقصد بيها الانفاق والهيئة والوزارة. ماشي، احنا ان شاء الله لما نخلص 3 مراحل بالتوازي معناه ان احنا ان شاء الله هنخلصهم في 5 سنين، هنوفر من 20 سنة 15 سنة. يبقى انا عمري ما هتكلم تاني على 2050 في 6 اكتوبر، بالعكس ده انا بسعى ان انا اخلص المرحله الثانيه من الخط الرابع، وفي حوار وكلام مع ناس كتيره على تمويل الخط الخامس والسادس. احنا املنا ننهي ال6 خطوط قبل 2025. قبل 2025 عندنا امل ان احنا نصل بعدد يقترب من ال16 مليون من سكان القاهره تحت الارض بيستخدموا مترو الانفاق. ال6 خطوط عندنا في سنه 25 ان شاء الله عندنا الامل، حلم بنحلمه وقادرين على تنفيذه. ان شاء الله عندنا الامل ان احنا ننقل حتى 16 مليون من سكان القاهره تحت الارض في سنه 2025، اللي احنا اصلا متوقعينهم هيكونوا كام؟ هيكونوا في حدود ال 25 مليون. النهارده تعداد سكان القاهره حوالي 16 مليون، بيدخل في 16 مليون. في سنه 25 هيبقوا 25 مليون. اما مترو الانفاق ينقل منهم 16 مليون، تخيل بقى حضرتك هتبقى من السكان كام؟ 9 مليون. 9 مليون هيتحركوا في القاهره اللي احنا شايفينها النهارده، اللي في شوارعها اللي احنا بنتوسع فيها فوق برضه. مش كلهم يبقوا، ايه هي الجهات اللي اتكلمنا عنها؟ والله حكايات كتيره، احنا اتكلمنا في المؤتمر المصري الخليجي للاستثمار وعرضنا على دول الخليج انها تساهم معانا. في كلام من الجانب الروسي على الخط الخامس، في جهات كثيرة بتتكلم عن على الموضوع بتاع تمويل الخط الخامس والسادس، فعندنا أمل إن شاء الله قريب نلاقي حل ليهم ونشرح فيهم هم.